أحمد سعيد بيمثل أهلي دبي. الحزام الأحمر أمام لاعب الحزام الأزرق. قدامي شاهين من أذربيجان، لكن أنا سامع الجزء الداخلي بيقول كده شاهين من أذربيجان. أحمد سعيد بيمثل أهلي دبي، لاعب أهلي دبي. ده المدرب محمد عبد العزيز مدرب أهلي دبي. آخر وزن لفئة الرجال الوزن الثقيل أحمد سعيد بالحزام الأحمر من أهل دبي، لاعب أهل دبي، وقدامه شاهين من أذربيجان. أحمد سعيد من اللاعبين الواعدين أصحاب المراكز الثابتة في البطولات العالمية والدولية. أول هجمة في ماسك من لاعب أذربيجان، اداله شكوكو اللي هو اول سلمه او اول درجه من الانذارات. في فرق طبعا، في فرق جسماني، في فرق طول، لكن كلهم يندرجوا تحت وزن فوق 68 كيلو جرام، 84 كيلو جرام عفوا، فوق ال 84 كيلو جرام في الرجال. زمن المباراة 3 دقايق، يعني الحكم زي ما انتم شايفين كده يقدر يتحرك في كل أنحاء الملعب بشرط ان هو ما يقفش قدام قاضي من القضاة أو المشرف الملعب اللي هو الكنسة، يعني لازم يدي كل الزوايا للقضاة عشان يساعدوه في اتخاذ القرار. دي راندا أمام لاعبة النادي الأهلي دبي. هنا في إنذار أول درجة فئة 2 للاعب أحمد سعيد، هو اللاعب إذا لعب ضربة باليد وعدت من الناحية التانية بياخد عليها إنذار، لأن هو الاتحاد الدولي بيقول الله لو كانت الضربة دي جت في وجهه كانت يعني هتحدث إصابة، فلازم ياخد عليها اللاعب إنذار حتى يتفاداها المرة الجاية. تحرك تحرك أحمد، اللاعب الأذربيجاني يتحرك كتير طبعا، هو مش عايز يخش في يعني هياخده لعب سلبي طبعا في تحركات. ده مدرب محمد عبد العزيز لاعب مدرب أهل دبي. الكوميتي في ضربة، هنشوف الإعلام فين، الإعلام لأحمد سعيد، العالم الأحمر 1-0 لأحمد سعيد لاعب أهل دبي. يلا عايزين أهل دبي 3 ذهب يا احمد، يلا شد حيلك شوي. يا سلام يا احمد، يا سلام يا سلام، اهو ده الكلام، اهو ده الكلام، ايوه كده، ده لعبك ده. كويس يا احمد، 2 لا شيء، بس لكن ده لا يعني ان المباراه انتهت، لسه بدري لسه بدري، لسه دقيقه وشويه، لسه بدري. يلا يا احمد تركيز، يلا واحده كمان عشان نبقى على الاقل مطمنين. تحركات طبعا، اللاعب الأذربيجاني خايف يهجم يتاخد منه النقط. في ضربة كمان لكن اعتقد مش هحسبها، في عالم واحد ولا عالمين، هنشوف عالم واحد طبعا، عالم واحد لا يكفي، لازم على الاقل 2 من القضاة يدوا للحكم اللي في الوسط حتى يحتسب. يا سلام يا سلام، معلش معلش يا احمد، تيجي المرة الجاية تيجي المرة الجاية. يعني اللاعب ضرب عدى من الناحيه الثانيه بطريقه مراوغه غير طبيعيه، لاعب اذربيجان خلى احمد عدى من الناحيه الثانيه، يعني سريع جدا في المراوغه. حتى الان في لعب كويس قوي من احمد، واللاعب الاذربيجاني برغم ان هو خسران لكن عنده لعب، عنده فنيات، الاثنين عندهم فنيات عاليه، لسه ما فيش اي حاجه.
حكم وقف المباراه، هنشوف هيدي اي قرار مش اي حاجه. الاشاره دي سوزوكتي يعني استمرار اللعب، يقول لهم استمروا في اللعب مش اي حاجه، ما فيش احتساب نقاط. ضربه لكن اعتقد ان هي ضربه كانت بعد اليمين، اعتقد ان الحكم قال يمين، طبعا في احتجاج من جمهور اذربيجان لان الضربه كانت بعد اليمين. 5 ثواني ثانيه خلاص انتهت المباراه. احمد طبعا ضيع الثانيه الاخيره انه طلع بره المباراه، هياخد انذار لكن لن يؤثر على نتيجه المباراه. احمد فاز بالمباراه وبالميداليه الذهبيه، برافو يا احمد وحظ سعيد، حظ اوفر، برافو يا احمد. احمد لاعب النادي اهلي دبي والميداليه الذهبيه الثالثه لاهلي دبي، مبروك لاهلي دبي، مبروك لاهلي دبي. 3 ميداليات من اصل 14 فاينل، هم داخلين في اربع منافسات، في النهائي جابوا 3 ذهب. برافو 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 لعيبه النادي الاهلي.